حصلت النهارده في مران اليوم. كريم مساء الفل. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، وكل التحيه ليك وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، ودايما منور كده. طمنا بقى على الفريق يلا كالعاده. خلاص، يمكن الاستعداد للنادي الاهلي بكل قوه اختتم من تدريباته النهارده على ملعب مختار ارتيتش. يمكن زي ما ذكرت طبعا يا كابتن ميدو القائمه الخاصه بيه هذه المباراه هي بس كثيره، لكن كعادتنا وثقتنا الكبيره في اللاعبين وفي الجهاز الفني الكل يكون على قلب رجل واحد كالعاده. غيابات مؤثره، غياب رمضان وغياب السوليه واحمد فتحي وياسر ابراهيم، لكن الحاله اللي احنا بنلمسها في التدريبات وحاله التركيز الكبير والحافز والدوافع الكبيره اللي بيحاول يخلقها الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد مدير الكره لكل اللاعبين، دي اللي مطمنانا ان شاء الله اي حد يكون متواجد بالنسبه للتشكيله اللي ان شاء الله يكون موفق فيها مستر رينيفا للغدا باذن الله على استاد المكس، يكون موفق النادي الاهلي كالعاده، يستمر في اسعاد الجمهور، يستمر في سلسله الانتصارات الكل منتظر النادي الاهلي يتوج باكثر من كده كمان. يعني ان شاء الله النادي الاهلي منتظر انسجام اكثر مع الجهاز الفني، ظهور اللاعبين بكل قوه ان شاء الله مع الصفقات الجديده على الاعصاب مستقبل ان شاء الله مع قيده باذن الله الفتره اللي جايه يفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. النهارده كابتن ميدو التدريب كان مغلق بشكل كبير جدا، يعني كالعاده الايام اللي فاتت او نقدر نقول التدريبين اللي فاتوا بالتحديد، يعني كان نقدر نقول في فتح شويه للتدريب، كان في صحفيين بيكونوا متواجدين، اعضاء النادي بيكون متواجد، لكن النهارده حتى من خلال المران ومن خلال طبعا يمكن لو انت شايف طبعا كل الاسوار مغلقه تماما، التدريب كان سري النهارده لمستر نيفايل. الراجل بيحاول ان هو يفرض مناخ للاعبين في جزء من التدريب، امر مطلوب ومهم جدا، لان انت عارف كابتن ميدو المرحله مهمه والشهر ده بالتحديد والشهر القادم في ضغط مباريات كثيره جدا مع الاصابات، فمحتاج تركيز كبير ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق مع مستر ريني بايلر. قبل كمان المران كابتن ميدو 25 دقيقه محاضره فنيه داخل غرف خلع ملابس، يعني محاضره فيديو بيحاول طبعا سواء شعيب المحلل الخاص بالنادي الاهلي او ديفيد سيزا او ايضا كمان مستر ريني بايلر بيحاول ان هو يكون في اجتماع قبل ما يكون في اجتماع مع اللاعبين، بيشوفوا نقاط القوه والضعف الفريق المنافس سواء في كرات ثابته في التمركزات وبيطبقها طبعا في التدريب. النهارده طبعا كان في تطبيق كبير جدا، يعني جزء كبير من التدريب كان خططي، جزء كان بالنسبه للكروسات التمركزات التخطيطات العكسيه، كل تدريب بيحاول ان يكون فيه جمله فنيه جديده، بيحاول ان الراجل يشوف حلول فنيه جديده. يعني النادي الاهلي عانى بشكل كبير في المباراه الاخيره، يمكن طبعا شفت التكتلات الدفاعيه الكبيره جدا، الراجل على طول من كلامه مع اللاعبين لابد يكون في خلق مساحات، لابد يكون في حلول فنيه، فان شاء الله باذن الله يا كابتن ميدو ثقتنا كبيره في كل اللاعبين، مباراه الغد باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه ان شاء الله. يعني ما عندناش معلومات كتير عشان قفل المباراه، زي ما حضرتك بتقول يا كريم مع فايلر دايما بيكون حريص على سريه المباراه خصوصا قبل المباراه بيوم. طمنا على المصابين لو عندك اخبار عن المصابين. يمكن اكيد كل مستمر من المفاجاه الكبيره والحاجه المهمه طبعا هي محمود متواجد علي معلول، يعني حابين طبعا نتكلم عليه ونظهره وان شاء الله يكون بشكل جيد. الدافع علي معلول ومحمود متواجد، انت عارف كابتن ميدو الكوره هي فنيه لكن هم جاهزين بدنيا وفنيا. حمدي فتحي مستمر طبعا في الاصابه بتاعته، كريم نجد واصل للتأهيل، استبعاد فني النهارده باكثر من لاعب بعيدا عن الاصابات، يعني استبعاد لعمار وصلاح محسن وايضا كمان صالح جمعه وحسين السيد وعلي لطفي، كل ده استبعاد فني بالنسبه لي مستر ريني فايلر. لكن يعني الاصابات عمرو السوليه نزل برد جديده شويه بعدته النهارده، لكن خلاص يعني عمرو واحمد فتحي ثلاث ايام احمد فتحي هيكون متواجد باذن الله، وعمرو السوليه عقد انتهى به المباراه يكون متواجد. نتبقى بقى رمضان ان شاء الله بنتمنى له كل السلامه يعود سريعا مع ياسر ابراهيم باذن الله يلحق النادي الاهلي خلال المرحله باذن الله. طمنا على كهربا واخبار المران. مستمر كابتن ميدو والتدريبات الجزء التاهيلي والبرنامج الموضوع انا مستر فايلر وضع له برنامج مميز جدا بيشرف عليه بنفسه، بيحاول ان يكون في اتصال يومي مع كهربا، يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في فورمه طيبه جدا، الكل منتظر النادي الاهلي ومنتظر كمان دور كهرباء واحد من ابناء النادي الاهلي بيعود لينا من جديد، ان شاء الله باذن الله يا كابتن ميدو تكون اضافه واضافه قويه، كهرباء عارف شخصيه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، ان شاء الله يكون قد سيره النادي الاهلي باذن الله. باذن الله مسافر مع الفريق ان شاء الله؟ بكره لا يا كابتن ميدو، بكره لا. الشريف اللي موجود؟ زمان طبعا فاروق صلاح يكون متواجد، فاروق عايز اكون التغطيه من خلالكم من خلال الكابتن اسلام، وان شاء الله باذن الله اكون فرحه مع الهيئه عقب انتهاء هذه المباراه. شكرا جدا كريم ودايما مميز، وان شاء الله بكره نكلمك وتبارك لنا ونبارك لك ان شاء الله على فوز النادي الاهلي باذن الله. شكرا.